من ماء الحياة إلى شعب الحياة، الذي لا يترك الأمكنة التي يحبها ويخرج مع كل زمان ليعيد النبض إلى أحلامه وآماله رغم العدوانية والموت. هنا شعب يتحدى بأنفاسه الخوف في كل لحظة وينفض عن أكتاف جنوبه الحزن والآلام. هي إرادة الحياة التي لم يتخلى عنها هذا الشعب رغم كل الصبر والألم والمعاناة، وهم يصرون على أن يعيشوا حياتهم كما يستحقونها مهما بلغت التضحيات ومهما كان الثمن. مع اشتداد الحر يجد الجنوبيون متنفسا لهم في مجرى نهر الليطاني، وهذا العام ورغم الخطر لم يتردد أهالي الجنوب من ارتياد النهر وضفافه بإرادتهم المعهودة. رغم كل شيء ورغم كل الظروف اللي عم بتصير، نحن جنوبنا قوي برغم كل شيء قدمناه، فتحت كل الظروف اللي عم بتصير ما في شيء بيمنعنا ان نحن نجي لهون ونضلنا بارضنا، لانه العدو اجبن بكثير انه هو يمنعنا ان نحن نكون موجودين بهيدي الارض الطاهره. مش عم تخافوا تجوا على هيدي المنطقه بالظل الاعتداءات الاسرائيليه هلا؟ مش ما نخاف، شو هن الاسرائيليه؟ لا لاني بس بيضربوا، ما هن بيوزعوا مني. نحن نيجي هلا، نحن منزلين على النهر، شفنا ضرب بعيطرون وعادي واخر رواق، بننزل بنتسبح بنسمع صوت طيارات، بنسمع جدار الصوت، بنقول له قويها كمان، منزعش. إذا متت شهيد، أنت لك الشهادة عند الله، وخليها تولي إسرائيل إن شاء الله. اليوم عيد، رغم كل أهل الجنوب طلعوا على المنطقة لفوق، وهم عم يزوروا يعني الأموات، وما حدا خايفين، لا، بالعكس، هن اللي خايفينين. بإذن الله وبقوة المقاومة الإسلامية وحركة أمل، بإذن الله رح يكونوا يد وحدة وكلمة وحدة وقلب واحد، وبإذن الله نحن منتصرين. نحن ما كنا متوقعين صراحة إنه تنزل العالم بهال يعني بهالكمية أو بهيدا العدد، بس الحمد لله يعني نسمع ضرب شوي أصوات، بس العالم بدها تظهر بدها ترفه عن حالها. يعني الحمد لله أكيد مش شغلنا مثل كل عيد ومش مثل كل سنة، بس إنه رغم كل شيء نحن لازم نفتح ومصالحنا بدها تمشي، بالنهاية هيدا موسم لازم نحن نستمر فيه لحتى نكمل. يعني في كل شيء هنا يخلق الجنوبيون فرصة للتعبير عن حبهم للحياة، ولعل هذا المشهد دليل على أن هذا الشعب لن ينكسر.